حياكم الله، إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن الموازنة المالية للعراق تعرضت إلى هزات قوية ستؤثر على السيولة والالتزامات التابعة للدولة بشكل كبير. وقال عضو اللجنة مصطفى سند إن الموازنة تتعرض لعوائق وعراقيل عدة، منها انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط ب80 دولارا للبرميل الواحد، لكن النفط العراقي يباع اليوم ب68 دولارا للبرميل، ما يعني خسارة شهرية بأكثر من 1 مليار دولار. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من 1 مليار دولار أمريكي. وقال البنك إنه باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد 1,283,226,926 دولارا بمعدل يومي بلغ 1,056,385 دولارا منخفضا عما سجله الأسبوع الذي سبقه. أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة أن القطاع المصرفي الخاص في العراق يواجه تحديات عمل، أبرزها العقوبات الأمريكية التي فرضت على 32 مصرفا بمنعها من استخدام الدولار الأمريكي في التعاملات المصرفية. هذا الأمر أثر على أنشطتها المحلية والدولية وأضر بالاقتصاد الوطني. وقال مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، قال إن أهم المعوقات التي تواجه المصارف حاليا هي فنية ومالية وإدارية في إجراءات وتعليمات التحول الرقمي، مما يتطلب تقديم الدعم الكامل لعملية التحول هذه واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والمختلطة والخاصة، وتحديد سقف زمن للتحول الكامل من استخدام النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فرحات غوروز إنفاق العراق 35 مليون دولار على الفواكه والخضروات التركية في شهر واحد. وأضاف غوروز أن العراق استورد فواكه وخضروات تركية بمبلغ قدره 35 مليون دولار خلال شهر آب الماضي، موضحا أن الجمعية صدرت الفواكه والخضروات إلى دول العالم بقيمة مالية بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي في شهر آب، بزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو هبوط اقتصادي سلس حيث ينمو الاقتصاد، بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2% وفقا لتوقعات الاقتصاديين. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض مؤشر الانفاق الشخصي الأساسي إلى 2.2%. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.